قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطعت في السبع الأواخر، فمن كان متهريها فليتهرها في السبع الأواخر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. هذا حديث في بيان ليلة القدر. وليلة القدر أنزل الله عز وجل فيها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة، تبين فضلها وشرفها ومنزلتها وخصائصها ومزاياها، كما أن ثمة بعض آيات تشير إلى ذلك أيضا. والسورة معروفة وهي قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وهي المعنية بقوله تعالى أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا إنا كنا مرسلين. والله عز وجل أخبر أنه نزل القرآن في شهر رمضان في قوله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وليلة القدر دلت عليها الأحاديث كما سوف نرى في بعض أحاديث الباب، وكذلك كما في كتاب الله عز وجل. وسميت ليلة القدر لأمرين: أولا من معنى القدر، والقدر يأتي بإسكان الدال ويأتي بفتحها، القدر والقدر، فإذا قيل القدر بالفتح فيراد به القضاء وما يقضيه الله سبحانه وتعالى. وليلة القدر أيضا لها هذا المعنى، فإن الله عز وجل كما أخبر فيها يفرق كل أمر حكيم، ففيها أمور تقضى وتتنزل أو يقضى فيها أمور العام، وإن كانت مقدرة في الأزل فإن الأمور مقدرة في الأزل، الأمور كلها مقدرة في الأزل. وأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولكن الذي يتنزل في ليلة القدر كما يذكر أهل العلم هي قضايا الحوادث العام، تنزل من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وإلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. فإذن هي قدر من حيث ما يجري فيها من قضاء وما يفرق فيها من أمر حكيم. وقدر بمعنى الشرف. القضاء لا يكون إلا بفتح الدال القدر، ولكن الشرف يأتي بفتح الدال وبإسكان الدال. فتقول فلان عظيم قدره يعني شرفه، كما أنه يقول قدره بمعنى أيضا شرفه، فأيضا هي لها هذا المعنى كذلك، بمعنى أنها ليلة شريفة، ليلة شريفة مباركة معظمة لها منزلتها في الدين. ولهذا كان افتتاح السورة
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال بعدها وما أدراك ما ليلة القدر. هذا الاستفهام مراد به التنويه بشرفها وعظمها ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاء هذا الاستفهام. ومعلوم أن من أغراض الاستفهام في اللغة أنه يراد بالتهويل والتعظيم وبيان عظم المسؤول عنه أو ما أثير السؤال من أجله. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، وما أدراك ما هي، تهويل وبيان عظم شأنها وخطر أمرها. وليلة القدر في رمضان على الصحيح الراجح، وإن كان للعلماء في ذلك أقوال كثيرة، أوصلها الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله إلى أكثر من 46 قولا، إلى أكثر من 46 قولا. منهم من قال إنها رفعت، وهذا قول ضعيف جدا، ومنهم من قال إنها في العام كله وليست في رمضان، ومنهم من قال إنها في رمضان وهذا صحيح والصحيح، وأيضا هي في العشر الأواخر وهذا هو الصحيح. والاختيار في أوقات العشر الأواخر أرجح ذلك أنها في الأوتار، في الأوتار من العشر الأواخر، وأرجح ذلك أنها أيضا في 27، في ليلة 27. وقيل إنها تنتقل، أنها تكون ليلة، سنة تكون في ليلة 21 وسنة تكون في كذا، فإنها لا تستقر في سنة، وهذا أيضا قول قوي جدا، هذا قول قوي جدا أنها تنتقل، فلا تكون ثابتة في ليلة لكنها في العشر الأخيرة. ولا شك طبعا كما صرح أهل العلم أن الله عز وجل أخفاها ليجتهد الناس، وقد استفسر حتى بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم من سر إخفائها، قال حتى لا يتكل الناس على هذه الليلة، وإن من أجل أن يجتهدوا. والله عز وجل يحب أن يرى من عباده الاجتهاد وإظهار العبادة والتعبد والتذلل والخضوع والتقرب إليه سبحانه وتعالى بفضائل الأعمال وجلائلها. وليلة القدر كما تشير السورة إلى بعض مزاياها، أولا أنها كما قلنا مأخوذ فيها، فيها الشرف وفيها عظم المنزلة، ثم هي خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر كما تعلمون يزيد عن 83 سنة، فمن وفق لليلة القدر فكأنه تقرب بعبادة الله عز وجل أكثر من 83 سنة أفضل يعني. ولهذا قال خير، ولم يقل كألف شهر، بل خير. ومعلوم أن خير هذه أيضا لا يتناهى فضلها، فحينما يخبر الله عز وجل أنها أفضل من 1000 شهر وخير، لأن خير هنا صيغة تفضيل، هنا خير صيغة تفضيل يعني أخير وأفضل، والفضل عند الله عز وجل لا يتناهى، وتسابق الناس في الخيرات يرجع تفاضلهم ويرجع علو منزلتهم وتفاضل أعمالهم ودرجات قبولها يرجع إلى مقدار ما يحسنون وإلى مقدار ما يتنافسون. وقد يقوم رجلان بعمل صالح واحد، ولكن أحدهم يكون في الثريا والآخر في الثرى، مع أن العمل واحد، وما ذلك إلا لصدق ما يتقرب به أحدهم إلى الله عز وجل دون الآخر، وعظم إخلاصه وعظم صدق عبوديته لله عز وجل وخضوعه له وانقياده له وصدق تعلقه به سبحانه وتعالى. هذه هي المؤثرات في القبول، وهذا أمر يا إخواني يجب أن تتنبهوا له. فتنافس الناس وتسابقهم في الخيرات ليس راجعا إلى كثرة الأعمال، وإن كان كثرة الأعمال مما يرجى، لكن ينبغي قبل أن ينظر الإنسان في كثرة عمله فلينظر إلى إحسانه في العمل، لأن الله عز وجل يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. فإن الكثرة ليست دائما دليل على التوفيق، وليست دليل على علو الدرجة وعلوم المنزلة عند الله عز وجل، وإنما القرب من الله عز وجل يكون بالإحسان، والإحسان يعني الإتقان، والإتقان يكون بصدق التعلق بالله والإخلاص له والتقرب له والخضوع وصدق الطاعة والامتثال. هذه كلها
مؤثرات وفوارق بين الناس حينما قال الله عز وجل خير من ألف شهر، هي أفضل من ألف شهر، ولكن مدى تنافس الناس فيها يرجع إلى مقدار إيمانهم بربهم وحبهم لربهم وثقتهم بما عند الله وحسن ظنهم بربهم واجتهادهم، كل هذه مؤثرات. فالحاصل أن ليلة القدر أفضل وخير من ألف شهر، وألف شهر كما قلنا 83 سنة، وتصوروا أو أكثر من 83 سنة، وتصوروا فعلا أن 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 أحدا وفقه الله عز وجل ليعبد الله عز وجل عبادة صادقة صالحة صحيحة 83 عاما. لو أن إنسان صفى لهم، لو أن الله عز وجل وفق أحدا لأن يتعبد 83 سنة، هذا شيء كثير، بل شيء فوق التصور. فكيف إذا كان ليلة واحدة أكثر وأفضل وخير من 83 سنة؟ وأنت من نعمة الله عز وجل أنه يمد لك في العمر فتمر عليك سنوات كلها فيها ليلة القدر. ولهذا يا إخواني يجب أن الإنسان يسارع في الخيرات ويغتنم هذه الفرص. وقد مر معنا شدة اجتهاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في العشر الأخيرة، وأنه كان في 20 الأول كان يخلط عليه الصلاة والسلام ليلها بعبادة ونوم، فإذا جاء العشر الأخيرة أيقظ أهله وشد المئزر وأحيا ليلة عليه الصلاة والسلام، يتحرى ليلة القدر ويتحرى هذه الأوقات الشريفة. فعشرة أيام أو 9 أيام ليست كثيرة أبدا في عمر الإنسان في سنة من 360 يوم، أن يشاهد الإنسان فيها لعل الله عز وجل يفتح له باب خير ويكتب له توفيق تكون بسعادته في الدنيا والآخرة له ولذريته ولمن شاء الله سبحانه وتعالى ممن انتظمهم في دعائه واجتهد في أن يعمهم الصلاح والخير. فليلة واحدة فضلها أكثر من 83 عاما، والإنسان كل عمر الإنسان لا معدل العمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز ما بين 60 و70 وقليل ما يجاوز ذلك. فهذا فضل عظيم، وهذا مما هيئه الله عز وجل من الفضل لهذه الأمة. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ثم قال سبحانه تنزل الملائكة والروح فيها، إذا من خصائصها أن الملائكة تتنزل فيها. والملائكة حينما يتنزلون يتنزلون بالخير ويتنزلون بالرحمة ويتنزلون بالبركة ويتنزلون بالاستغفار للمؤمنين كما أخبر الله عز وجل ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون لمن في الأرض. وهذا من شرفها أن الملائكة تتنزل فيها، وهذا كما هو معلوم كل عام، وتنزل خاص لليلة القدر. وإلا لا شك أن الله سبحانه وتعالى الملائكة تتنزل بأمر الله عز وجل متى شاء، ولهم وظائفهم ولهم أعمالهم في البشر وفي تصريف السماوات والأرض على ما أذن الله عز وجل لهم، لكن تنزلهم في ليلة القدر هذا تنزل خاص. ولهذا قال سبحانه تنزل الملائكة والروح، الروح وجبريل عليه السلام، مع أنه من الملائكة لكنه نوه باسمه هذا تشريفا له عليه السلام، فذكر خاص. وهذا كما يقول العلماء من عطف الخاص على العام تنويها بفضل الخاص، من عطف الخاص على العام تنويها بفضل الخاص، كما قال سبحانه من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فجبريل وميكال من الملائكة لكنهم ذكروا لخصوصهم ولتنويهم بشرفهم، ولأن اليهود كانوا يخصونهم بالتبرؤ منهم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، هذه قضية أيضا دائما نبهنا إليها كثيرا في حينما يخبر الله سبحانه وتعالى عن مخلوقاته وعن شرفهم وعما أعطاهم، لكنه تقيد دائما بإذن ربهم. لماذا؟ تنبيها للتوحيد وبيانا لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأن الملائكة ما هم إلا عباد الله يفعلون ما يمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لماذا تثر هذه الصفات الملائكة؟ حتى لا يتعلق بهم أحد، على الرغم من شرفهم ومنزلتهم عند الله عز وجل وكرمهم على الله سبحانه وتعالى وما أعطاهم الله من خصائص وأعطاهم من المزايا وأعطاهم من الصفات وأعطاهم من قوة النفوذ وأعطاهم من قوة التدبير، لكن ومع هذا هم لا يخرجون عن أمر الله سبحانه وتعالى ولا يجاوزون أمر الله سبحانه وتعالى. ونبه على هذا من أجل أن
تكون القلوب صافية في التوحيد، قال بإذن ربهم، فليس لهم شيء وليس بيدهم شيء إلا بما يأمرهم الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، ولا يسبقونه بقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني لهم من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. مما يدل على 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 ما يجب أن يكون عليه المكلف نحو ربه سبحانه وتعالى، وأن يعتقد اعتقادا جازما أن الأمر كله بيد الله، وأن الأمر كله لله، وأن الأمر كله بإذن الله وبأمر الله، وأنه مهما علت منزلة الخلائق من أنبياء وملائكة وأولياء فإنهم ليس بيدهم شيء، ليس بيدهم شيء أبدا، لا تصريف كون ولا تدبير إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما لاحظتم في صفات الملائكة الله عز وجل نبه على التوحيد، لا يعصون الله ما أمرهم، مع أنه ذكر شرفهم ومنزلتهم ويسبحون الليل والنهار لا يفترون، بل عباد مكرمون ويسبحون الليل والنهار لا يفترون في منتهى الطاعة، ومع هذا وما هذا الشرف والتنويه بهم، ومع هذا ليس بيدهم شيء، ليس بيدهم شيء، وكذلك الرسل وكذلك الأولياء. ومن هنا قال هنا بإذن ربهم، فتنزلهم لا يتنزلون إلا بإذن الله وبأمره سبحانه وتعالى، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، بمعنى أنه ينزل تنزل فيها الأقدار، كما قال في آية أخرى فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، طبعا كل أمر الله حكيم، كل أمر الله سبحانه وتعالى كل أوامره حكيمة، وهو سبحانه وتعالى الحكيم وحده، لكنه ذكر تنبيها إلى 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 شرف هذه الليلة، فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا، وهنا قال بإذن ربهم من كل أمر، ثم قال سلام هي أو سلام، أيضا هذا من خصائصها أنها ليلة فيها سلام وفيها أمن وفيها سكينة وفيها طمأنينة وفيها هدوء وفيها بركة وفيها خير، وهذه من خصائص ليلة القدر، من خصائص ليلة القدر. والسلام معانيه واسعة، السلام معاني واسعة، كل ما يعني السكينة والهدوء والخير والبركة، لأن ذكر السلام سلام من كل نقص، سلام من كل عيب، سلام من فهي دليل على التمام وعلى الكمال وعلى ما فيها من خير وما فيها من بركة. هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، أي أنها تستمر إلى طلوع الفجر، تستمر إلى طلوع الفجر. والليل كما تعرفون هو من غروب الشمس، من غروب الشمس، فإذا ليلة القدر من غروب الشمس تبدأ، وكل الليالي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، والله عز وجل أخبر أنها ممتدة إلى طلوع الفجر، وليست خاصة بثلث الليل ولا بسدسه ولا بنصفه، وإنما كل الليل، كل الليلة هي ليلة القدر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في طلبها وفي تحريها، وكذلك صحابته معه ومن بعده، وكذلك السلف الصالح، ولا زال المسلمون يتناقلون هذا الخير ويتناقلون هذا الشرف. ولكن ينبغي لكل عبد صادق مخلص محب لنفسه أن يجتهد في تحري هذه الليلة في هذه الليالي الفاضلة المباركة، والدعاء فيها مستجاب، الدعاء فيها مستجاب، فمن وفقه الله عز وجل لموافقتها فإن الله يجيب دعاءه. ولهذا سوف يأتي معنا في خبر عائشة أنها قالت يا رسول أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول، معناه أن الدعاء فيها مستجاب. ولهذا سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول، لأنها تعرف أن إذا دعت وقد وافقت دعوتها ليلة القدر أن دعوتها مستجابة، فأخبرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهذا سوف يأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. قال أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروا ليلة القدر في المنام، يعني الرؤية المنامية، والرؤية المنامية هذه شيء وضعه الله في البشر بحيث أنهم إذا ناموا يرون رؤى، يرون رؤى، وبعضها يكون صادقا وبعضها فيها مبشرات، ومعروف أن الكلام على الرؤيا طويل، ويقسمه العلماء إلى ثلاثة أنواع، رؤيا أضغاث أحلام أو رؤيا من الشيطان، ورؤيا أضغاث أحلام، ورؤيا حقيقية أو رؤيا صادقة. الرؤيا الصادقة والرؤيا من الشيطان،
رؤية نفسية بحيث أنها انعكاسات على ما يجري على الإنسان في يقظته، وهذا أيضا أمر معروف وهذا أمر يعرفه الناس. فأحيانا إذا كنت مشغولا في النهار بأمر يهمك، أو حصل لك أمر مرعب في النهار، أو أمر مزعج، أو حتى أمر ملفت للنظر، أو كنت تعيش مثلا هموم في تجارتك أو هموم في أعمالك، أو حتى الطالب في هموم اختباراته، غالبا إذا نام من الليل يرى أحلاما كثيرة في هذا الباب. لماذا؟ لأنه كان في النهار مشغولا بهذه الأمور، فإذا نام انعكست هذه عليه فرأى ما رأى إما من مفزع أو غيره، لكنه غالبا يكون انعكاس لما حصل في النهار. هذا نوع من الرؤية معروف، هذا نوع من الرؤية، فإذا هذا من أحاديث النفس، هذا يسمى رؤية من أحاديث النفس. الرؤية الثانية من الشيطان، وهذه أيضا أضغاث أحلام. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء إذا رأى ذلك فما ما 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 يكره فلينفث عن يساره ويستعذ بالله عز وجل، قال فإنها لا تضره. وهناك الرؤية الصادقة، الرؤية الصادقة يراها الرجل أو ترى له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم يبقى من المبشرات ومن المبشرات إلا الرؤية الصادقة، وقال الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهناك رؤية صادقة، وإن كان الإنسان لا يقطع بأي رؤية أن تكون صادقة، لكن بعضها تتمايز الحقيقة. وهناك أيضا من قد يحسن التعبير، تعبير الرؤية، وهي أيضا قد يعني لا يحسنها كل أحد، تعبير الرؤية لا يحسنه كل أحد، وإنما نوع من الاستعداد يضعه الله عز وجل في بعض النفوس، في بعض النفوس عند استعداد بحيث تعرف الربط بين الرؤى وبين الوقائع. ولهذا أحيانا كما تعرفون في بعض القصص المؤولين والمعبرين أشياء بعيدة جدا، ومع هذا يكون تأويلهم صحيحا. ومما يذكر مثلا أن رجلا رأى أنه يؤذن، فجاء ابن سيرين قال رأيت أني يؤذن، أو قيل أن فلان رأى أنه يؤذن قال هذا سارق، هذا سارق، ففعلا استقروا فوجدوا أنه سارق. أخذ ذلك من قوله تعالى فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ورأى رجل آخر رؤيا أنه يؤذن، فقيل له إن فلان رأى أنه يؤذن قال هذا يحج، فإن هذا يحج. وأخذ ذلك من قوله تعالى وأذن في الناس بالحج. فإذا الرؤيا تختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال، فكلاهما رأى أذانا، ومع هذا أصبح سارقا وذلك أصبح حاجا، مما يدل على أن التعبير والتفسير يختص به من يختص، ويكون نوع من الاستعداد الفطري لمعرفة الربط بين الأحوال المنامية وأحوال اليقظة. وأيضا كذلك رجل جاء إلى ابن سيرين فقال إني رأيت أني أؤذن فوق مزبلة، إني أؤذن فوق مزبلة، وقفت على مزبلة وأذن، قال لا هذه رؤيا لا تصلح لك، قال لا تصلح لك. وفعلا لم يرها، إنما رآها الإمام أحمد، والإمام أحمد هو الذي ذهب أرسله أمره أن يذهب إلى المسير ليؤولها، فقال لا هذه الرؤية لا تصلح لك، وإنما هذه الإمام أحمد قال هذه المزبلة هي الدنيا، والمؤذن هذا يبلغ الناس أو يعظ الناس أو ينبه الناس أو يذكره. فالتفسير والتعبير لا يحسنه كل أحد، وهو نوع من الاستعداد ونوع من فالرؤية الصادقة حق، لكنها أيضا لا يبنى عليها في الأحكام، وهذا أيضا مما اتفق عليه العلم. يعني لو سرى رؤيا مثلا، رأى رؤيا أنه طلق زوجته ما تطلق، أو رأى رؤيا مثلا أنه مثلا في الخربة الفلانية في كلوز، مثلا خربة في بلده مكان خراب، ورأى رؤيا أن فيها كنوز، فلما ذهب فعلا وجد كنوز، لا يستحقها بمجرد أن رأها في المنام. بمعنى أن الرؤى المنامية لا يبنى عليها أحكام، لا يبنى عليها أحكام، وإنما هي مبشرات، لكنها قد تكون حوافز للخير وحوافز لهذا، لكن أن يبنى عليه حقوق ويؤخذ حق من هذا ويعطى هذا لا يبنى على الرؤى، لكنها تكون مبشرات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تكون حوافز، وتكون أيضا قد تكون منذرة كذلك، الإنسان بحيث يخاف ويراجع نفسه ويحاسب نفسه. هذا سائغ. فقال أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، السبع الأواخر طبعا غير العشر الأواخر، فإذا السبع الأواخر تكون من 23
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. هذه هي السبع الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطعت. إذن رآها أكثر من واحد، كلهم جاءوا يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أروها ليلة في السبع الأواخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم من تواطؤ هذه الرؤيا واتفاقها على أنها أن هذا، أو حتى قد لا نقول فهم بقدر ما نقول لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا حكم شرعي، قوله حكم، فإذا فهمنا هنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من مجرد تواطؤ الرؤيا. أرى رؤياكم قد تواطعت، تواطعت يعني توافقت، وتواطأ من الوطأ أو الموطئ، أصله أن تقع قدمك على موطئ قدم صاحبك، فهي من الموطئ. فإذا وقعت هذه على هذه يقال تواطعت أي توافقت، ثم نقلت للمعنى بمعنى أنه كل ما صدر منه من توافق يسمى تواطؤ، فيقال توافقت تواطعت، أو تواطعت بمعنى توافقت لفظا ومعنى. أرى رؤياكم قد تواطعت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. إذن هذا يدل على أن أرجى الليالي في ليلة القدر أن تكون في السبع الأواخر من رمضان. نعم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود والراجي وقفه. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. قال ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27. هذا هو الذي عليه الجمهور، أنها ليلة 27. وكان ابن عباس يقسم، أو حتى معاذ بن جبل كان يقسم أنها ليلة 27، أنها ليلة 27. ويستدل ابن عباس رضي الله عنه بعدة أمور، منها أن السماوات سبع والأرضين سبع وأشياء كثيرة كلها وردت بسبع في كثير من أمور الشرع، في كثير من موارد الشرع وردت السبع لها خصوصية، فعد منها أيضا ليلة 27. ورد أحاديث أيضا مرفوعة وإن كانت ضعيفة، وهنا كذلك أيضا، وكما قال الراجح وقفه صلى الله عليه وسلم إلى أن يقوم ليلة 27. في أحاديث كثيرة تدل على أن ليلة 27 هي أرجح الأقوال من بين أقوال أهل العلم، وإن كان الذي يريد الخير لنفسه فليتحرى العشرة كلها، وهي مدة محدودة ووقت محدود، والإنسان لا يدري هل يعود عليه هذا العام من العام القادم أم لا، بل لا يدري هل يكمل هذا الشهر أم لا. فالذي يحب الخير لنفسه يتحرى كل دقيقة وكل ثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يوافق ليلة القدر، وممن يتقبل منه صيام الشهر، إنه سميع مجيب. فقال وقد اختلف في تعيينه على 40 قولا أوردتوها في فتح الباري. الذي أورد فتح الباري رحمه الله، طبعا من حجر، هذا الذي أورده هو 46 قولا وليس 40، هو أورد رحمه الله 46 قولا. نعم. وأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة الليلة وقدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. هذا أيضا يدل على أن ليلة القدر الدعاء فيها مستجاب، أن الدعاء فيها مستجاب. ولهذا عائشة رضي الله عنها مما فهمته من النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول أرأيت إن وافقت ليلة القدر، بمعنى أن من وافقها فمعناه أنه قد وافق خيرا كثيرا، وأن دعاءه فيها يستجاب. فماذا أقول؟ فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا يدل على عدة أمور، أولها ما ينبغي أن يتحراه المسلم حينما يدعو، وأنه يجتهد في أن يدعو بجوامع الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك عليه الصلاة والسلام.
وكان كثيرا ما يدعو ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا جوامع الدعاء. فسألت لنفسك خيري الدنيا والآخرة. ولهذا ينبغي للناس أن يعرفوا آداب الدعاء، ينبغي أن يعرفوا آداب الدعاء. ولعلنا إن شاء الله في جلسة الغد نتحدث عن آداب الدعاء، نتحدث بشيء مفصل عن آداب الدعاء إن شاء الله. لكن من آداب الدعاء التي تقتضيها المناسبة هنا الاجتهاد في الدعاء بجوامع الدعاء، فهو أفضل من الدعاء المفصل تأتي بتفاصيل، لأن الله عز وجل إذا أجاب دعاك بجوامع الدعاء اجتمع لك خير الدنيا والآخرة، اجتمع لك خير الدنيا والآخرة. فحينما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما بقي شيء. فحسنة الدنيا أن تكون موفقا ومهتديا، وأن تكون حياتك خيرة وبعيدة عن المنغصات وبعيدة عن الفتن وبعيدة، هذا خير الدنيا. وخير الآخرة هو الفوز العظيم في الآخرة في جنات عدن ورضا الرب سبحانه وتعالى والذين أحسن الحسنى وزيادة. فأن تحفظ بعض شيء من جوامع الدعاء هذا يكفيك من غير تفاصيل. ولهذا حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم مرة دعاء طويلا فقال رجل القوم يا رسول الله علمني بدعائك، فقال قل اللهم اني اسالك من خير ما سالك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، بس وهذا كافي. واعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. فحينما تقول اللهم اسالك من خير ما سالك منه عبدك ورسولك، اذا كل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق لك، وهذا فضل من فضل الله عز وجل. ولا تظن ان الله يعجزه شيء، ولا تظن ان الله سبحانه وتعالى بخيل، فخزائنه لا تنفد سبحانه وتعالى، وسوف يعطيك وسوف يعطيك. فلا تستكثر شيئا عن الله عز وجل، وادع بجوامع الدعاء والله عز وجل يعطيك اكثر. فمن جوامع الدعاء هذا الدعاء، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اذا حصل لك العفو من الله عز وجل انتهت القضيه، اذا لقيت الله عز وجل ولا ذنب لك انتهت. فاذا هذا من جوامع الدعاء، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. ومثله الدعاء اللهم انسك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، من جوامع الدعاء. أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ما بقي شيء. سلامة دينك وسلامة دنياك وسلامة آخرة، ما بقي شيء أبدا. ومن طرائف ما ذكر العلماء في هذا الدعاء اللهم أنسك العفو والعافية والمعافاة، فقالوا إن العفو عن الماضي والعافية عن الحاضر والمعافاة المستقبل. العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فاجتهدوا في الدعاء واجتهدوا في جوامع الدعاء. ولا مانع أيضا الإنسان يفصل بعض التفاصيل كأن يخص نفسه وذريته وأهله وأهل بيته ومن أوصاه بالدعاء ونحو ذلك. لكن لو سألت لهم المغفرة والصلاح وذكرتهم فهذا خير كثير، كما في الأدعية القرآنية، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا ما صالح ترضى، وانتهت القضية. والدعاء الآخر وأصلح في ذريتي، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا ما صالح ترضى وأصلح لي في ذريتي. إذن هذه من جوامع الدعاء، والأدعية القرآنية كلها من جوامع الدعاء. قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.